العاوي. خلينا نروح لصالة واحد باستاد القاهرة، وطبعا زملائنا الأعزاء هنا أبو القاسم وسلاح حامد عشان ننقل لحضراتكم أجواء ما قبل المباراة. الحقيقة صالة واحد وحشتنا كتير، اتفضلي يا هنا. يا مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وعلى ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي الكبار كابتن محمد السلعاوي وكابتن امام عبد البديع، وطبعا على زميلتي سلا وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن هيثم، من داخل صاله واحد الصاله الرئيسيه باستاد القاهره هنقل لكم بقى كل الاجواء وكمان استعدادات الفريقين والمباراه المرتقبه واولى مباريات نهائي دوري السوبر بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. يعني طبعا احنا الحقيقه على موعد مع مباراه كبيرة جدا اكيد النادي الاهلي ونادي الاتحاد. الحقيقة يعني طبعا في ندية كبيرة جدا بين الفريقين في كرة السلة، كمان طبعا تواجد الجماهير في مباراة النهاردة اكيد هيكون ليه دور كبير في ان احنا يعني نتابع مباراة ممتعة. الحقيقة كلنا طبعا عندنا طاقة كبيرة جدا في رجال النادي الاهلي برغم من صعوبة سلسلة المباريات، لكن ان شاء الله بيقدروا يحسموا لقب دوري السوبر لصالحهم. طبعا النادي الاهلي كان قدر يتفوق على الزمالك في نصف نهائي طبعا دوري السوبر بنتيجة 3-0، والحقيقه شفنا اكتساح من رجال النادي الاهلي عشان بقى يحجزوا مقعد في النهائي. اما عن فريق الاتحاد فقدر ايضا يفوز على فريق سبورتنج بنتيجه 3-0 في نصف النهائي، والحقيقه كانت مباريات ممتعه جدا بين سبورتنج والاتحاد، لكن فريق الاتحاد قدر في النهايه الحقيقه يحسم الفوز على سبورتنج عشان بقى يواجه نادي الاهلي في النهائي. طبعا زي ما احنا عارفين انه دور النهائي بيقام بنظام بيست اوف 3، المباراه الاولى هتكون النهارده، يكون في مباراه يوم كمان 9 و11، ولو طبعا بقى لجأنا للعب مباراه ثالثه ورابعه هيكون يوم 13 و14، لكن ان شاء الله بقى رجال النادي الاهلي يحسموها لصالحهم وما نضطرش نلجا لمباريات اضافيه. يعني طبعا يا سلا زي ما انا قلت احنا على موعد مع مباراه كبيره، اكيد رجال النادي الاهلي وكمان رجال الاتحاد السكندري بيستعدوا بشكل قوي جدا للمباراه، فعايزينك بقى تكلمينا عن استعدادات الفريقين. بالتاكيد يا انا زي ما انت قلتي بشكرك جدا، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بكابتن هيثم وبضيوفه الكرام وكابتننا طبعا الكبار في الاستوديو كابتن محمد السلعاوي والكابتن امام عبد البديع وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وتاكيدا طبعا على كلامك يا هنا، بالتاكيد يعني مباراه اليوم مباراه طبعا صعبه جدا، دور النهائي ما بين الاهلي والاتحاد السكندري، وزي ما انت قلت يا هنا طبعا بيقام بنظام ذا بيست اوف 5 في بطوله الدوري السوبر لكره السله. كمان خليني سريعا يا كابتن هيثم طبعا انقل لحضراتكم كل الاستعدادات طبعا والكواليس لفريق النادي الاهلي وفريق نادي الاتحاد السكندري. طبعا خليني ابتدي بالبدايه مع فريقنا فريق النادي الاهلي تحت قياده مستر جاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. طبعا خليني اقول لك يا كابتن هيثم وطبعا اقول لك يا هنا انه مستر جاستي بوش يمكن طبعا زي ما كنا شفنا او زي ما انت قلت يا هنا النادي الاهلي تاهل للدور النهائي على حساب نادي الزمالك في 3 مباريات من اصل 5 مباريات في سلسله ذا بيست اوف 5. بعد كده الفريق طبعا سافر وكلنا شفنا راح طبعا عشان يشارك في النهائيات من بطوله البي ايال في رواندا، ولكن طبعا للاسف النادي الاهلي يمكن طلع من البطوله بدري من الدور الثمانيه من البطوله، يمكن من بعد طبعا ما النادي الاهلي طلع من البطوله البي ايال. يمكن خليني اقول لك يا كابتن هيثم انه مستر جاستي بعد ما رجعوا على طول القاهره يمكن منح لعيبه النادي الاهلي راحه لمده يومين، وبعد كده رجعوا يتمرنوا بشكل طبيعي جدا على صاله النادي الاهلي، ولكن بعد كده قرر يمكن قبل المباراه بيومين انه الفريق يتمرن هنا على ملعب المباراه استاد القاهره الدولي. يمكن الفريق استعد كمان بشكل طبيعي جدا يا كابتن هيثم، يمكن الفريق كمان النهارده كان في محاضره فيديو قبل موعد او قبل وجبه الغداء ما بين مستر جاستي بوش وجميع اللاعبين، طبعا كان بيتكلم فيه على بعض النقاط المهمه، نقط ضعف القوه اللي عند نادي الاتحاد السكندري، تنبيهه طبعا على انه لازم نفوز او يعني ان احنا نسيطر على سلسله ذا بيست اوف 5 من بدري، ان احنا نفوز يعني في المباريات من بدري، ما نسيبش نفسنا طبعا لمباراه رابعه ومباراه خمسه. يمكن طبعا زي ما انت عارفه يا هنا يمكن المباريات كلها بتبقى صعبه بالاخص يمكن يعني ذا بيست اوف 5، لكن طبعا المباريات بتبقى صعبه ما نحبش ان احنا نسيب نفسنا لمباراه رابعه وخمسه. كمان خليني استعرض لحضرتك يا كابتن هيثم يمكن السكواد ليست او اللعيبه اللي هتشارك في مباراه اليوم من فريق النادي الاهلي. البدايه هتكون مع ايهاب امين، عمر عزب، مصطفى كيجو، وعمر الجندي، عمر طارق، سيف سمير، والمحترف براندن، مروان سرحان، كريم حاتم، محمود وليد، واحمد مويب، ومحمد ابو النصر. كذلك ايضا نفس الاستعدادات هتكون
بالنسبه لهنا للاتحاد السكندري طبعا تحت قياده الكابتن احمد عمر. يمكن الفريق ايضا استعد بشكل طبيعي جدا ووصل القاهره قبل المباراه بثلاث ايام ودخل في معسكر مغلق واتمرنوا بشكل طبيعي جدا على صاله ميت عقبه طبعا صاله نادي الزمالك. وايضا كان في النهارده محاضره فيديو ميتنج ما بينه وما بين جميع اللاعبين. وكمان خليني سريعا استعرض مع حضرتك السكواد ليست او طبعا السكور شيت بالنسبه للاعيبه نادي الاتحاد السكندري. البدايه هتكون مع ديكسن عبد الرحمن خالد يوسف شحاته هيثم كمال احمد عادل ميدو طه انس اسامه يوسف شوشه احمد بيبو ياسر صالح علي احمد وجاسر الكيكي. يمكن دي كل اللعيبه ودي كل السردات بشكل سريع يا كابتن هيثم بالنسبه لفريق النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. يمكن زي ما حضرتك طبعا شايف الاجواء ورايا يمكن زميلتي هنا ابو لازم طبعا هتطلعنا اكتر على الاجواء زي ما احنا شايفين هنا. يمكن طبعا عمليات الاحماء اجواء الاعضاء او الجماهير كلمينا اكتر طبعا عن الاجواء. يمكن شايفين برده في النهارده تغيير بسيط في ملعب المباراه عايزين نعرفه من صحيح يا سالا. يعني زي ما زميلتي سالا قالت الاجواء الحقيقه داخل صاله استاد القاهره اكتر من رائعه زي ما كنت قلت في البدايه انه طبعا في حضور جماهيري واكيد ده طبعا بيعطي طعم خاص لاجواء المباريات واكيد بيبقى في حماس اكتر لدى اللاعبين بوجود الجماهير. يمكن كمان شركه تذكرتي كانت اعلنت عن نفاذ جميع التذاكر يعني زي ما قلت على موعد مع مباراه كبيره جدا بين النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري. كمان بقى خلوني اقول لحضراتكم انه هيكون اكيد في وجود لبعض طبعا اعضاء مجلس اداره الناديين وهيكونوا طبعا مشاهدين للمباراه الحقيقه في ارض الملعب. ويمكن ده الحاجه الجديده في المباراه النهارده. وكمان هيكون في طبعا بعض من اعضاء الاتحاد المصري لكره السله وايضا هيتابعوا المباراه من ارض الملعب. وكمان اكيد في بعض من عائلات اللاعبين موجودين بقى في صاله استاد القاهره عشان يدعموا الفريقين. يعني زي ما قلت احنا كلنا متحمسين الحقيقه عندنا ثقه كامله في رجال النادي الاهلي. ان شاء الله بقى كالعاده يكونوا يعني على قدر الحدث واكيد نهائي دوري السوبر ويفرحونا بالفوز في اولى طبعا جولات نهائيات دوري السوبر. اكيد ان شاء الله بقى نكون كالعاده مع حضرتك ونعمل بعض اللقاءات مع النجوم بعد الفوز في اولى مباريات طبعا نهائي دوري السوبر. يعني دي كانت كل الاجواء وكمان استعدادات الفريقين. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. هنا ابو القاسم وطبعا سالا حامد بشكركم شكرا جزيلا. الحقيقه يعني غطيتوا لنا كل النقاط زي ما حضراتكم شايفين. كمان التسخين في طبعا خلفيه الصوره الاتحاد والاهلي فول تيم. يعني احنا الاتحاد فول تيم النادي الاهلي طبعا حضراتكم عارفين الغيابات اكتر مني دلوقتي المصابه والغيبه عن صفوف النادي الاهلي كابتن سالا.